من على بركه الله مشاهدينا اوفياء مشاهدين شوف تي في اينما كنتم. شوف تي في شوف ما قول علينا ما ولادي ما تصور ما ولا تسكن انا ابو رسالة بدا تنسل ابو لا مرحبا. اذا على بركه الله مشاهدينا اوفياء مشاهدين شوف تي في انتم على المباشر من هنا من طريق السيار طريق السيار انقلاب سيارة في هذا الاثناء. لاحظوا معايا السيارة كيف فيش ولات لان انقلاب السيارة يعني بقى دوبل في طريق السيار. الامن كيتواجد الان كذلك السيارة ديال القطر كذلك في اللحظات هذه. هذا مرحبا هذا مرحبا ما عرفت الله ما ندويش معك ما عرفت الله انا بعدت منك اخويا انا مشيت واخا صاد اسي صاد دنا لاحظوا معايا راه النخل كله مشى لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا السيد هذا السائق على حسب معلومات الأولية معطيات الأولية فمخمور سائق مخمور الآن راه هذا هو الضريبة ديال العمل ديالنا. أنا ما عرفتش راه كيقول لي عرفت الله ما تصورنيش أنا عرفت الله ولكن ما عرفتش واش أنا دابا لأن كيف ما كتلاحظوا معايا انقلاب السيارة في هذا الأثناء. لاحظوا النخل طار من بلاصتو كذلك الأعمدة الكهربائية راه مشات في حالتها في هذا الصباح. هذا كنذكروا بأنه في طريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والرباط كما كتلاحظوا معايا الآن راه السيارة في القطر هي هذه. شوفوا معايا هذا النخل طار من بلاصتو هو هانتوما هذا النخل طار من بلاصتو هذا النخل طار من المكان ديالو ديما كيف ما كتلاحظوا معايا صراحة لا اله الا الله محمد رسول الله. الامن راه كيتواجد الان في هذا الصباح هذا هنا في طريق السيار ما غاديش ندخلوا في هذه الحيثيات هذه. انا الان كننقل لاحظوا معايا هذه الاعمده الكهربائيه هي اللي سقطات من الفوق تنذكروا بانه هذه الحادثه هذه وقعت على طريق السيار الرابطه بين الدار البيضاء. حجاج
دير والو اجي معايا نرتاح. لاحظوا معايا السياره راه محلوبه كلها مشات تخمجات هاد السياره هادي. لاحظوا هنا هذا طرف ديال السياره اللي تقلبات هنا، الطرف ديال السياره اللي غيتم الان. مرحبا مرحبا، سير اخويا سير سير، مرحبا سير. زيد مينوت زيد مينوت زيد مينوت زيد مينوت زيد مينوت قلب لي صوب الله يرحمك الوالدين. سير 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 سير. اسمع اصاحبي مالك، احنا غادي نديك بارجي غادي تقعد تعمل ديك. شاف 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 بلا تاع الديبار يطيح، راه جيت ديبار جاي، حنا تاع الديبار جاي. شاف 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 الديبار جاي. وعطي الهضره كون حيت يا مصطفى، راه ما خلاش مالو تابعوني عشيت دابا دابي. لاحظوا كاين يعني شنآن الان ما بين مرحبا سير سير مرحبا سير يلاه سير 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 مرحبا. يعني غادي نخليو رجال الامن يديروا الخدمه ديالهم، لانه باقي كيديروا في الخدمه ديالهم دابا رجال الامن. راه غيتسال السيارة بقى مقلوبة. أنا كنا كنذكروا بأنه هذه الحادثة ديال السير اللي وقعت في هذا الأثناء ما كاينش حتى 30 دقيقة باش وقعت هذه الحادثة هذه. الان غادي يتم يعني غيقلبوا هاد السياره اللي مقلوبه. لاحظوا معايا لاحظوا معايا يعني حادثه سير خطيره، ولحسن الحظ لحسن الحظ انه المهم ما كاين حتى شي. حاولنا أن نبعدوا على هاد الأمن راه كيتواجد الآن في المكان هنا.
غادي كنذكروا مشاهدينا او مشاهدين شوف تي في اللي التحقوا بنا مؤخرا انه حادثه السير كيف ما تبعتوا معنا اللي على اثر ديالها انقلبات هاد السياره على الجانب ديالها الايسر. الحمد لله ولحسن الحظ الالطف الالهي انه لاحظوا معايا غير السياره كيفاش ولات. شوفوا معايا هاد السياره الان ها هو تم النقل ديالها يعني عبر السياره ديال الجر ديال القطر انتظار العمل ديال رجال الامن من اجل لاحظوا معايا علاش ما بغيتش نشد على المكان ديال الحادثه لانه كاين بعض الاوراق الاشهاريه ديال واحد الشركه ما بغيتش انا نقرب لهذوك الاوراق باش ما تبانش الاسم ديال هذه الشركه هذه لانه بطبيعه الحال كنحاول نتجنبوا جميع الحوايج اللي يمكن انها تحطنا في تحت الدائره ديال القانون. اكيد الحمد لله كنشتغلوا في اطار القانون اطار ما هو مخول لنا في هذه المهنه من غير من اجل انه نخلو رجال الامن يقوموا يعني باقي الخطوات ديالهم غير كيفاش معنا. فهاد السائق هذا جوج ديال الاعمده الكهربائيه اللي مشات يعني طارت واحد النوع ديال المخل كذلك فطار المكان ديالو لأن السيارة الآن راه تم النقل ديالها كنعتبر أنه كاين نوع من الارتباك لأن تحطيت في واحد الموقف ما عرفتش كتولي تقول واش أنا على خطأ ولا على صواب يعني السائق يعني كيطلب فيا كيقول لي الله يسر عليك الله يسر ما عرفتش أنا والله ما عرفتش أقسم بالله ما عرفتش يقول الله يستر عليك الله يستر عليك ما تصورش ما تصورش انا ما عرفتش انا جاي ندير الخدمه ديالي والله ما عرفت وحد الله ما عرفت واش المهم انا غير من باب انني نبين لكم انه غير من باب انه نبين لكم انني ارتجلت شيئا ما ارتجلت شيئا ما كما قلت في هاد الحاله هذه كنذكروا بانه جوج ديال الاعمده الكهربائيه اللي سقطات هنا كما قلت لكم الحادثه هي وقعت هنا الحادثه وقعت هنا هي انطلاقا من هاد النخله هذه يعني السائق لاحظوا معايا هادو هما العجلات هادو هما الاثار ديال العجلات اللي دخلات في هاد النخله هذه هي اول نخله هي هذه اول نخله بقات السيارة غادا هنا لاحظوا معايا شوفوا هاد الطرف هذا اللي طار من هنا شوفوا هاد انتوما شوفوا معايا الطرف هذا اللي طار من هنا هاي بلاصة هادي نخلة أخرى شاية غير المكان ديالها لاحظوا معايا بقات السيارة غادا قوة ديال الارتطام هاي هنا هاهو هذا طرف ديال لاحظوا معايا هانتوما هادشي كله هادشي هادي كله مخلفات لاحظوا هنا فين بقى الدجاج هنا فين بقى الدجاج ديال هاد السيارة هادي هنا فين بقى الدجاج ديال هاد السيارة هادي هنا فين بقى الدجاج ديال هاد السيارة غادي نحاول أنني هنا شوية الحمد لله كاين واحد الفوطو لي طار ومشى لهيه هاهو واحد العمود الكهربائي لاحظوا فين مشى هاهو هذا عمود كهربائي يعني مشى خرج كاع برا
وراح تودي. الحمد لله انه الان تم نقل السياره عبر السياره ديال الجر، والامن الحمد لله راه خلى الان الامور يعني بسلاسه باش الطريق السيار ما يتحبسش. لاحظوا معايا الان الامور اصبحت الطريق دابا الان عاديه، هاي الطريق عاديه الان. كنا كنتسناو انه ناخذ التصريح ديال سائق السياره، ولكن الوضع اللي تحطينا فيه ما يمكنش لنا اننا ناخذ معنا التصريح. اذا نبقى الى نودعكم على امل اللقاء بكم ثبت مباشر اخر. طاقم شوف تيفي يحييكم الى اللقاء، لانه حتى السياره ديال الجر راه غادا في حالتها. صباحكم مبروك والحمد لله على سلامة الناس بعدا، وصباحكم مبروك. هاي السيارة غادي